كيجيوك سباغيتي ديالي رائعين عجبوك صراحه. دابا بصراحه ما احسن ديالي ولا ديال الريستوران وصاحبتي راه حنا ديما كنقول لك الريستوران والو سخون خاوي حلو ما راهونا كنطلبك اليوم. واخيرا شيف اكرام اختي شيف اكرام شيف اكرام شيف كبير بلا غير صغير اختي شوفوا الجو كبير شوف شعلنا اختي عويدات كلسينا انا المهيره ديالي اختي ما نقولش لك خاصنا كريستيانو رونالدو تكمل الله يمسك ايوا جورجينا هي او بيبي هوب مادموزيل ماروك تونيزي دابا هذا منين زيري لا ديال الجزائر غريب واحد الفيديو ان شاء الله جديد بالنسبه للبنات اللي سولوني البارحه على الريسيبت ديال لي سباغيتي روسكو ان شاء الله غادي تشوفوها في القريب العاجل في هذا الفيديو. ما تدوش للحاله انا غنوض اختي نتهلا في هذا الشعر انا شققت شويه بالزيت لبان لكم شعري اختي مدسم ومزيت وغنوض غنوض ندير ليه من طبيعه الحال الماسك ديال البروتين كما شفتوا. بزاف ديال البنات قالوا لي شعرك تحسنت الحاله ديالو من طبيعه الحال راه انا اختي تندير جهدي عليه. المهم غنكمل كما قلت لكم مونطاج لحقاش من قبيله وانا عاصره هنا وخاصنا نوض ندير لهم العشاء. غنقدر نشارك معكم حتى لا ريسيبت ديال واحد لي فيتيني ديال اللحم بالكبار وبدوك لي زونشوا غادي نديرو غير في المقله ممكن بالبطاطا ولا بالروز. المهم انا غنوريكم الطريقه طاليانيه سهله جدا ولكن هذه الطريقه ديال اللي كيعجبوها لي لينغويني ولا لي سباغيتي بالحوت غادي تعجبها الطريقه ان شاء الله اللي غتشوف في الفيديو. المهم نكملوا ونشوفوا اليوم الحد اختي ما كاين حد ونزل عندنا الثلج ما نقولش لكم الجو مقنق جدا. المهم غنبدا اليوم العشاء من طبيعه الحال خاصني نمشي ندير الماسك لشعري لحقاش انا باغا ندير ما يمكنش ما نديروش مي خاصني ضروري ندير هادشي طيب ونمشي ندير الماسك عاد نرجع نكمل اليوم. المهم هنا عندي هنايا سكالوبيني ولا فيتيني ديال ممكن تقول الجزار يقطعهم لكم رقاق ديال هادو ماشي ديال العجل الصغير هادو ديال البقره. المهم غنوريكم واحد الطريقه ساهله هادو ماشي تقلاو ما والو كنحتاجو جوج صوص ديال الثومه كنحتاجو هنا بصله ومطيشه الكبار لي زونشوا مطيشه. انا غنبدا الطياب وغنوريكم. المهم الناس شحرت البصله والثومه هنا عندي لي زونشوا كيف ما كتشوفوا معايا لي زونشوا هنا عندي الكبار لا لي كابرن اهلا اهلا اهلا. المهم غادي نديروا من طبيعه الحال شويه ديال الملحه ما تقولوش ليا كتكثري الملحه راه هاد الملحه راه ما مالحاش وكنديروا هنايا من طبيعه الحال شويه ديال البزار نوريكم الطريقه قلت لكم هاد اللي فيتينا دوره ما تيتشحر والو كيتحطوا ديريكت في مطيشه وكيطيبوا كتقلبوهم كيطيبوا كيجيو رفتيين ما كيحتاجوش الوقت بزاف لحقاش رقاق يعني ما خصهمش الوقت بزاف ولا غيقساحوا. المهم غادي ندير شويه ديال الكبار دابا خصني نجبد لحقاش هذا التليفون بعيد وغادي ندير شويه ديال لي زونشوا الملح والبزار شويه ديال الزعتر الا بغيت ديروا شويه ديال البازيليكوم ممكن ديروه يعني الحبق هذاك الرطب اللي يعجبكم. المهم انا نوريكم الطريقه كي كتجي. المهم البنات كيف ما شفتوا هنا راكم شفتوا الطريقه هنا عندي لي زونشوا قطعتهم والكبار يا لي زونشوا والكبار غنحاول تلاح اخويا تلاح عاون الشعب. المهم راكي ما شفتوا معايا الكبار ولي زونشوا غتقولوا او حوت واللحم شوفوا غجربوهم وغتشوفوا كي غيجيو. هذه راه طريقه ميديترانيه ديال الجنوب ديال الطاليان هما اللي كيديروا هذه الطريقه هذه صافي. من بعد اشكومي خليوني نستوري المهم هنا كيف ما كتشوفوا من بعد كناخذوا هاد لي فيتيني ديال اللحم فا بينيسيمو الشيف ملي تيعيط على انك ما ديريش بهذه الطريقه هذه طريقتي يا المهم انا غنوريكم. شوفوا من طبيعة الحال ممكن اللي كيعجبو الزيتون يزيد الزيتون بالخصوص لكان داك الحمر انا غنمشي نشوف واش عندي في الثلاجة وغادي نزيدو حتى هو نحاولو نديرو هنايا لسباس عاتورة تيجيو رطبين وفتيين. اوريكم الطريقة راه ماشي ضروري تشحر ولا شي حاجة هادي
طريصه ديال اللحم هكا صافي. كيحتاجوا تقريبا 25 دقيقه تقريبا ماكسيموم نقولوا 25 دقيقه. المهم من بعد غتقلبوهم غيقلبوهم، زيدوا الزيتون زيدوا المعدنوس، المعدنوس من الفوق، المعدنوس راه ما بقاش عندي، الزعتر ضروري انا غنزيدو. المهم نقولش لكم كتجي طريقه سهله وبنينه وفتيه، خاص طبعا الكواليتي ديال اللحم تكون مزيانه. تيبقى طبعا اختياري البازيليكوم، هذا كاين اللي ما كيعجبوش مع اللحم، مي الزعتر ضروري. صافي كنسدو عليها. المهم الغزالات ديالي هنا كيف ما كتشوفوا معايا تقريبا وجد اللحم ديالنا. سافابا سافابا ولدي كيغني. المهم هنا درت الروز، درت هذا باش يجي شويه خفيف خفيف ومفشفش طبعا على جوج، على اقل درجه ديال الحراره طبعا لا خاطره. هنا الروز ما بغاوش الضغط درت لهم الروز. وهنا طبعا عندي الزيتون، هنايا واحد الزيتون شريته مخلط ما بين الكلاماطا وهذا اللي فيه الحرور، ما بغيتش نزيدو دابا لحقاش راه ولدي ما كيحملش الزيتون، غنزيدو في الاخير. المهم في الاخير في الاخير ما تنساوش الزعتر من عوج الفانتا سافابا.